بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم ومرحبا في الدرس الثالث من كورس VMware View 5.1. شفنا في الدرس الأول عن introductions عن VMware View 5.1، إيه التكنولوجيا الـ VDI، إيه الشركات الشغالة في تكنولوجيا الـ VDI، وإيه الكورس الخاص بالـ VMware View والامتحانات الخاصة بيه. شفنا في الدرس الثاني الـ Lab Setup، إيه السيرفرات اللي هنستخدمها، وإيه الأيباد بتاعتها، وإيه اللي أساميها، وإيه الكومبوننت اللي هنستخدمها على مدار الكورس الخاص بينا. في الدرس الثالث هنتعرف على مكونات الـ VMware View. لما اتكلمنا في اللاب سيت اب لقينا ان احنا محتاجين سيرفرات كتير لكل رولز من رولز الـ VMware View. شكل ما شفنا عشان نقدر نشتغل فلازم يكون عندي اس اكس سيرفر، لازم يكون عندي في سنتر، لازم يكون عنده دومين. ده لازم كومبوننت اساسي، لازم تكون موجوده اساسي عندي عشان اقدر ابدا بعدها الـ VMware View. لان احنا شفنا الفي ام وير فيو مش بيعمل هوست للماشينز الفيرتشوال ماشين عنده، انما هو بيستخدم الاس اس سيرفر والفيو سنتر عشان يقدر يكريت الفي ام الفيرتشوال ماشين الخاصه باليوزر اللي هيكريتها له. فعشان كده لازم يكون الحاجات دي اساسيه موجوده عنده. طيب لما نتكلم بقى على الكومبوننت الخاصه بالفي ام وير فيو الخاصه بيه، مش الاس اس سيرفر او الكلام ده، انت فاهم الحاجات ديت اساسي. طب ايه بقى مكونات الفي ام وير فيو نفسها؟ الفي ام وير فيو ليه اكتر من رولز، يعني اكتر من دور، اكتر من سيرفر، كل سيرفر ليه دور معين عندنا. شكل ما شفنا في لاب سيت اب واتكلمنا ان احنا في بعض الادوار اساسيه لازم تكون موجوده عشان نقدر نشتغل، في بعض الادوار ثانويه او مش بستخدمها الا حسب احتياج بتاعي فقط لا غير. فنبداها واحده واحده كده. عندنا انا دلوقتي شكل ما احنا اتفقنا في اللاب سيت اب بتاعي عندي اس اكس سيرفر واحد او اتنين هيتكريت عليهم الفيرشوال ماشين، عندي في سنتر بيعمل لهم مانج، عنده دومين مرتبط بيه الفي سنتر ده وهستخدم بيه الاكونتات وهستخدم الدي اتش سي بي للماشينز اللي هتتكريت عندي جوه الاس اكس سيرفر عندي. طيب الكلام ده عادي، الاربع سيرفرات دولت بنستخدمهم عادي في حياتنا العادية، بكريت عليهم سيرفرات او خاصة بيوزر او خاصة بسيرفرز عادي جدا. طب ايه الجديد عندي عشان استخدم بقى الفي ام وير فيو؟ بجيب سيرفر يا جماعه كمان ويندوز 2008 R2، ممكن مش لازم يكون R2، ممكن يكون 32 بت او 64 بت. بنزل عليه رولز اسمها الفيو كونكشن. فيو كونكشن ده برنامج بينزل على السيرفر ده. فيو كونكشن طبعا هو اهم حاجه عنده، هو يعتبر الكور الخاص بالفي ام وير فيو، ده اللي من خلاله هقدر ادير العمليه دي كلها. فعشان كده دايما بيسموه الفيو مانجر او الفيو ادمنستريتور، بيسموه باسامي تانية. ليه؟ لان هو من خلاله بقدر اعمل ادمنستريشن لكل الفي ام وير ماشينز اللي انا هعملها، او بكريت البولز وبقدر اعدل في البولز، اقدر اكريت بيرميشن، اقدر اكريت رولز، اربط اليوزر ده بماشين معينه او اشيله وهكذا. فده اهم حاجه لازم تكون عندي، وده اول رولز لازم تكون انزلها عندي اللي هو الفيو كونكشنز عندي. طبعا من خلاله يبقى فيش حاجه اسمها في ام وير فيو. شفنا الابلكيشن ده، طبعا اي حد ممكن ينزل مواقع في ام وير لمده 60 يوم، اي برنامج من برامج في ام وير فيو. السيرفر ده بينزل على 2008 شكل ما قلنا، بينزل عندي ما بياخدش دقايق، ما بيحتاجش اي سوفت وير خارجي عندي، هو بينزل اوريدي اكتف دايركتوري بيه خاص بيه اللي هو ال داب، مش اكتف دايركتوري اللي هو اكتف دايركتوري العادي بتاعنا، انما هو بيكاري داتا بيز خاصه بيه جوه ال داب دايركتوري، وبيسجل فيها اسامي الماشين واسامي البول والبرميشنز وغيرها عندي. من خلال السيرفر ده بقدر اكسس الماشينز ديت واقدر اديها برميشن واقدر اعمل مانج لكل حاجه عندي. من خلال السيرفر ده برضه بقدر اربط الفيو في ام وير فيو بسيرفرات الاي اس اكس وبسيرفر الفي سنتر وبالدومين، لان هو طبعا لما ينزل لوحده ما بيبقاش عارف اي حاجه، فلازم من خلال الادمنستريشن الخاصه بالسيرفر ده بقول له انت دلوقتي هتتعامل مع عندنا في سنتر معين وعندنا سيرفرات واحد واثنين وثلاثه وهكذا. فده بيتصل مع الفيو سنتر، وطبعا الفيو سنتر متصل بالاي اس اكس سيرفر عندي. بعد ما بقوم عمليه الانستليشن الفيو كونكشنز عندي، بقوم بعمليه ربط بين الفيو كونكشن وبين الفي سنتر اللي هو متصل اوريدي باس اكس سيرفر واحد واثنين. عمليه الربط ديت لازم تتم في اول مرحله، بدونها مش هقدر اعمل اي حاجه او اقدر اعمل اي كونفجريشن، لان لازم الفي كونكشن ده
يعرف ان في عندي سيرفرات في سنتر، ويعرف عندي ان في سيرفرات اس اكس سيرفر، عشان السيرفرات ديت اللي هيستخدمها في عملية كرييت الماشين بتاعتي. بعرفه برك باسم الدومين واليوزر نيم والباسورد بتاع الاكونت بتاع الادمنستور في الدومين، عشان من خلاله هيقدر يعمل جوين للماشينز اللي كوت الكريت عندي جوه الاس اكس سيرفر الموجود عندي. ده اول رولز عندي واهم رولز، ويعتبر دي الكور الخاصه بالفي ام وير فيو. والرولز دي يا جماعه اولانيه الفي كونكشن لازم تكون موجوده، بدونها مش هيكون عندنا حاجه اسمها في ام وير فيو كومبوننت. تاني رولز عنده من اهم رولز اللي هي الفيو كومبوزر. فيو كومبوزر ده في غايه الاهميه، لكنها ممكن تستخدمها ممكن ما تستخدمهاش، لكن في جميع الاحوال او في غالب الاحوال بنستخدمها لانها مهمه جدا. طب ايه هي اهميتها؟ الفيو كومبوزر يا جماعه عباره عن ابلكيشنز. الابلكيشن ده دوره ان هو بيقدر نقول له في عندنا ايمج بنسميها البيرند ايمج او الجولد ايمج او الماستر ايمج، تختلف اساميها في اكتر من مكان. الجولد ايمج ديت او الماستر ايمج ديت بيبقى عباره عن ويندوز اكس بي او ويندوز 7 خاص بالكلاينت، بقول له اعمل لي منها اكتر من نسخه، فبياخد النسخه ديت يعمل لها عمليه كوبي، يقسمها يعمل لها اكتر من نسخه، والنسخ ديت بيسميها باسامي الكمبيوتر نيم بتاعها، وبيقدر يعمل لها جوين جوه الدومين وبيكريتها وبيعمل لها ريستارت وكل حاجه بشكل اوتوماتيك. فبستفاد ان انا بقدر اكريت عشرات الماشينز في وقت قليل جدا بدون اي مجهود عندي. من غيره هحتاج ان انا اروح اكريت الماشين ده بشكل مانوال، سواء سيت اب مانوال او ان انا بعمل لها كلون او غيرها من العمليات، لكن طبعا هتاخد اوقات اضعاف الوقت اللي انا هستخدمه لو انا استخدمت الفيو كومبوزر. فالفيو كومبوزر بيقدر يعمل لي اكتر من ماشينز في نفس الوقت عندي بشكل اوتوماتيك على حسب الحجم اللي انا عاوزه. وهنستخدمها برك في لها اكتر من نوع، فهستخدمها لما اجي اعمل نوع البولز من نوع لينكد كلون، والانواع ديت لازم يكون عندي فيو كومبوزر موجود عندي يا جماعه، فعشان كده وفقت الاهميه ولازم يكون موجود عندي. في نسخة 5 كان الفيو كومبوزر، أو في نسخة 4 أو 4 ونص أو 5 كان الفيو كومبوزر لازم ينزل على السيرفر بتاع الفي سنتر، يعني كان مستحيل الفيو كومبوزر ينزل لوحده على جهاز لوحده أو ينزل مع أي رولز تانية. لا حاليا في 0.5.1، عشان كده احنا قلنا 5.1 نزل فيه بعض الفيتشر جديده كتير، ممكن انزل فيو كومبوزر على سيرفر لوحده، سيرفر ويندوز 2008 برضه، اقدر اعمل عليه انستول الفيو كومبوزر الخاص بينا. لكن هيحتاج يا جماعه في الحاله ديت لداتابيز، فلازم يكون مشغل سيرفر داتابيز وخريطه داتابيز هنا وبدخلها له وانا بعمل انستليشن الفيو كومبوزر عندي. لكن الطبيعه الطريقه الاسهل اللي احنا نستخدمها في الكورس، بدل ما نعمل سيرفر وتعمل كونفيجريشن لداتا بيز والكلام ده، هنعمل اكن ان احنا بنتعامل لسه مع فيرجن 5، مع ان احنا شغالين فيرجن 5.1، وهعمل انستليشن الفيو كومبوزر على نفس السيرفر الخاص بالفي سنتر عندي. النقطه دي مهمه جدا عشان الكلام ده لسه جديد، يعني ما عداش عليه شهر. في الفيرجنز القديمه لغايه 5.1 كان الفي كومبوزر لازم ينزل على الفي سنتر، لكن حاليا ممكن تنزله على الفي سنتر او تنزله على سيرفر لوحده. لكن فيو كومبوزر يا جماعه مستحيل ينزل على الفيو كونكشنز او ينزل على اي رولز ثانيه، سواء الترانسفير او سكيورتي او اي حاجه تانية. وبرضك الفيو كونكشن مستحيل ينزل على الفي سنتر او الدومين، يعني عشان برضك في ناس تفكر طب عشان اوفر في عدد السيرفرات فانا ممكن انزل الفيو كونكشن على سيرفر الفي سنتر او سيرفر الدومين. ما ينفعش يا جماعه. ليه ما ينفعش؟ لان السيرفرات دي طبعا تحتاج هارد وير والكلام ده، لكن ما ينفعش تنزل تكنيكالي عشان البورتات اللي بتستخدمها هي نفس بورتات الدومين والفي سنتر، بتستخدم بروتوكول ال داب واتش تي بي اس، فاوريدي الفي سنتر بيستخدم ال داب والاتش بي اس، وبرك ال داب بيستخدموا الدي اتش سي بي دومين سوري. فعشان كده ما ينفعش انزل الفي كونكشن على سيرفر في سنتر او سيرفر دومين عندي، لان نفس البورتات هيحصل فيها كونفليكت ومش هيشتغلوا مع بعض. عشان كده لازم يكون عندي سيرفر لوحده في كونكشن، اما الفي كومبوزر ممكن ينزل على سيرفر لوحده او ممكن انزله على الفي سنتر، لكن ما ينفعش انزله برك على كونكشن في كونكشن او انزله على الدومين. فالفي كومبوزر ليك السن حالتين اتنين، يا اما ينزل على سيرفر لوحده او على الفي سنتر، اما الفي كونكشن ما ينفعش ينزل الا لوحده، ما ينفعش ينزل على اي سيرفر تاني عندي. لكن انا ممكن استخدم جهاز فيزيكال
او اكريت لي ماشينز شبه في الحاله بتاعتنا في اللاب هنا، اكريت فيرتشوال ماشين على السيرفر الاي اس اكس، واعمل ايمج ويندوز 2008 وانزل عليها الفيو كونكشن عندي. ونفس الموضوع بره، ممكن اكريت الفي ام وير كومبوزر على جهاز فيزيكال، او ممكن اكريت فيرتشوال ماشين ويندوز 2008 على الاي اس اكس سيرفر واكري واعمل انستليشن الفي كومبوزر جوه. طيب ده اول اتنين رولز، ومن اهم الرولز ودايما بستخدمهم، ودايما في الكورس بتاعنا هيكونوا مستمرين في الشغل بتاعي. يعني دايما هيكون عندها دومين الفي سنتر اي اس اكس سيرفر 1 و2، والسيرفرين دولت الست سيرفرات ده لازم يكون راننج عندي بشكل دايم في الكورس بتاعي. لكن بيت السيرفرات ديت مش هنشغلها ومش هنستخدمها الا وقت الاحتياج ليها. طب ايه هي السيرفرالز ديت؟ نتكلم في الرولز اللي بعد كده. لو جينا الرولز تانية يا جماعه، اتكلمنا الاول حاجه على الفيو كونكشنز اللي هو دوره عمليه الادمنستريشن وكرييت البول وكرييت الماشين والبوليسي والبرميشنز وغيرها، وده هو الكور بتاع الفي ام وير فيو. شفنا الفيو كومبوزر ده اللي هو خاص بعمليه تاليف الماشينز، ان انا بيكريت اكتر من ماشين في نفس الوقت. الفيو ريبليكا، الفيو ريبليكا يا جماعه ده عباره عن نسخه طبق الاصل من الفيو كونكشن. يعني انا عاوز اعمل سيرفر نسخه طبق الاصل من الفيو كونكشن في نفس الداتابيز ونفس كل حاجه عشان اعمل موضوع هاي افيلابيلتي او لود بالانس. وانا بسطر كده بقول انا عاوز اعمل ايه، انزل سيرفر، السيرفر ده بينزل عليه ابلكيشن اسمه الفيو ريبليكا عندي. الفيو ترانسفير رابع رولز، هو عباره عن الرولز هستخدمها لما انا عاوز اشتغل في حاجه اسمها لوكال مود. اللوكال مود يا جماعه احنا عرفنا ان اليوزر مش عنده الماشينز اللي بيستخدمها عليه الداتابيز، يعني اليوزرز لما يجي يكريت اي حاجه او يشتغل بيخش على السيرفر على الماشين بتاعته، سواء بالبرنامج الموجود على الجهاز عنده اللي هو الفي ام وير فيو كلاينت او بريموت ديسكتوب سيرفيس، بيخش على السيرفر وبيخش على الماشينز بتاعته مباشره ويتعامل معاها ويكريت الداتابيز بتاعته اللي هي عباره عن اكسل وورد والايميل والكلام ده كله. طيب اليوزر ده لو احنا فكرنا كان اليوزر ده بعد ما يخلص الشغل عاوز ياخد الماشين دي معاه انهم على لابتوب عشان يرجع البيت ويشتغل بيها، طبعا هو اليوزر ده عنده حالتين اتنين، ممكن يستخدم في بي ان ويخش من بره ويأكسس الماشين الموجوده في الفي سنتر، او ان هو يستخدم خاصيه اللوكال مود وياخد كوبي من الفيرتشوال ماشين اللي موجوده على السيرفر يشغلها على لوكال الجهاز بتاعه كانها فيرتشوال ماشين، ولما يرجع تاني يوم يشتغل عليها في البيت وكل حاجه، ويرجع تاني يوم يعمل عمليه سنكرونايزيشنز من اللوكال ماشين اللي شغال عنده للفيرتشوال ماشين الموجوده على السيرفر عندنا وتتنقل عندنا. فده عباره عن الفيو ترانسفير عندي. الفيو ترانسفير طبعا بيحتاج بعض الهاردوير العالي، سواء السيرفر اللي هيكون عليه الايمج، سواء الجهاز بتاع اليوزر، لان جهاز اليوزر طبعا هيكون في الحاله دي عنده جهاز الويندوز بتاعه اللي هو الاصلي اللي هو بنسميه الهوست، بالاضافه للماشينز بتاعته اللي هو واخد منها قوه من السيرفر، فيكون في الحاله ديت عنده اتنين اوبريتنج سيستم بيشتغلوا على نفس الجهاز في نفس الوقت، فطبعا محتاج جهاز قوي عشان يقدر يتحمل الموضوع ده، بالاضافه لازم يكون عندها كونكشن قويه عشان عمليه السنكرونايزيشن، سواء في حاله ان احنا بكوبي من الداتا سنتر للكلاينت او العكس عندي لما يرجع الشركه. خمس رولز اللي هي الفيو سكيورتي، ده خاصه يا جماعه باليوزرز اللي جاي من بره عاوز يقدر يخش اوفر انترنت للداتا سنتر عشان ياكسس الماشينز بتاعته اللي موجوده على السيرفر. طبعا في الحاله دي بنعمل سكيورت سيرفر او ايدج سيرفر عشان يعمل عمليه فلتريشنز ويتاكد من الشخص اللي جاي من بره ده بشكل صحيح، ان هو راجل تبع الشركه وجاي اكسس الماشين بتاعته ولا حد بيعمل هاكينج على الشركه عندنا. الفيو ايجنت، الفيو ايجنت ده عباره يا جماعه عباره عن برنامج صغير كده بنزله على الماشين اللي هخليها تشتغل لليوزرز، يعني الماشين اللي موجوده على السيرفرات، الماشين اللي هي ويندوز كلاينت اللي هو سواء اكس بي او ويندوز 7، عشان الماشين ديت تبقى متاحه لليوزرز فبنزل عليها حاجه اسمها فيو ايجنت. بدون الفيو ايجنت ديت ما يقدرش اليوزر يقدر يخش على الماشين ديت، او انا ما اقدرش اعمل مانج للماشين دي. دي تعتبر حركة الوصل بين الماشين اللي موجودة على السيرفر وبين الادمنستريشن الخاص بالفي ام وير فيو كونكشن وبين اليوزرز عندي. طب اليوزر عشان يأكسس الماشين ديت لازم يكون عنده حاجة اسمها في ام وير فيو كلاينت. الفيو كلاينت ده برنامج بيتسطب عند الكلاينت عشان يعني يقدر من خلاله يتصل يدخل الاي دي بتاع الكونكشن سيرفر، ومن خلال الكونكشن سيرفر يدخله على الماشين الخاصة بيه بدلالة اليوزر نيم والباسورد.
الفيو كونكشن ده، الفيو كلاينت ده يا جماعه ليه اكتر من نوع، فيو كلاينت خاص بالويندوز 32 بت 64، وفي فيو كلاينت خاص بالترانسفير سيرفر، وفي فيو كلاينت خاص بالناس اللي شغاله لينكس والناس اللي شغاله ماكنتوش والناس اللي شغاله ايفون او ايباد او شغاله نظام اندرويد عندنا. فعلى حسب الكلاينت، حسب الاوبريتنج سيستم اللي هو مستخدمه لوكال عنده على المكنه بتاعته وعاوز يدخل على الماشينز اللي موجوده على السيرفر، فبيستخدم برنامج المناسب ليه، سواء فيو كلاينت عادي او فيو كلاينت ويز لوكال مود عشان يقدر يعمل ترانسفير للماشين، او فيو كلاينت خاص باللينكس او الايفون او الايباد او اندرويد او غيرها من الفيو كلاينت عندي. طيب في بعض الرولز التانية هي مش أساسية عندنا ومش نازلة باي ديفولت جوه الفيو كونكشن سيرفر أو الفيو مير فيو، لكن إحنا نستخدمها خلال الكورس بتاعنا ومهمة جدا عندنا. في رولز اسمها زين أب. زين أب طبعا ديت ممكن نستخدمها بشكل فردي في أي مكان وفي أي وقت، مش مرتبطة ارتباطا مباشرة مع الفي ام وير فيو، هي بتبقى لوحدها اللي هي بتعملها موضوع البورتبل أبلكيشنز. طبعا لأن إحنا دلوقتي بنتكلم إن كل حاجة بقت موجودة بشكل فيرتشوال، فاحنا عاوزين نعمل برك البرامج اللي هيستخدمها اليوزر جوه الفيرتشوال ماشين دي هتبقى برك فيرتشوال، مش محتاجة نعمل لها سيت اب برك، عشان لما اليوزر ما عندوش ويندوز ويقدر ياكسسه خلال الفيو كونكشنز ويقدر ياكسس الماشين بتاعته الموجودة على السيرفر بشكل فيرتشوال. برضك البرنامج عاوزين ننزل له برامج تشتغل بورتابل بدون ما تكون معمول لها انستليشن موجودة، معمول لها انستليشن جوه الفيرتشوال ماشين بتاعته. فعشان كده بنستخدم برنامج الزين اب، وليه طريقة معينة في التعامل معاه مع الفي ام وير فيو. طب احنا ممكن اي حد ممكن يجيب الزين اب ويكاري بورتابل ابلكيشن يشتغل على الفيزيكال بي سي بشكل سهل جدا، لكن الزين اب مع الفي ام وير فيو ليه اسلوب معين وتكنيك معين في عملية الكرياتة وعملية الببلش للفي ام البورتابل ابلكيشن معمولة بالزين اب. طيب في برنامج تاني خاص بالموضوع السكيورتي، احنا شفنا طبعا ان في سكيورتي عندنا اللي هو الفي سكيورتي، الفيو سكيورتي اللي هو خاص بعملية الفلترة لليوزرز اللي جاي من الانترنت عشان يقدر يأكس الماشين بتاعته. لكن احنا مثلا لو عاوزين نعمل فاير وول بين السيرفرات بتاعتنا وبين الفيرتشوال ماشين، او ان انا عاوز اعمل انتي فيروس للفيرتشوال ماشين ده، طبعا مش ريكومندد ان انا انزل انتي فيروس على كل ماشين هكريتها عندي في الداتا سنتر، لان انا لو عملت الكلام ده هستهلك بروسيسنج عالي. طبعا عارفين الانتي فيروس بيستخدم بروسيسنج عالي من الرامات والبروسيسور، فاحنا دلوقتي عاوزين نعمل انزل انتي فيروس انتي فيروس واحد، الانتي فيروس ده يقدر يحمي لي كل الفي ام وير الماشينز اللي انا مكريتها عندي جوه الداتا سنتر. في الحاله دي بستخدم حاجه اسمها الفي شيلد. الفي شيلد طبعا عالم كبير جدا وعالم ضخم وليه اكتر من برنامج، وبنستخدمه كانتي فيروس مع سيرت بارتي ابلكيشنز، بنستخدمه كانه فاير وولز، وبنستخدمه كانه فلترنج ويقفل بورتات ويفتح بورتات، وليه كورس خاص بيه لوحده عندنا. لكن طبعا انت لو هتتعمق في الموضوع ده هتستخدمه في حاله لما تبقى عاوز تعمل انتي فيروسنج وتعمل سكان انتي فيروس للفيرتشوال ماشين بدون ما انا اعمل انستليشن مباشره للانتي فيروس ده على السيرفر او على الكلاينت اللي موجود عندي جوه الداتا سنتر. طب اخر حاجات، طبعا احنا قلنا ان لازم كل الدنيا ديت ما ينفعش اعمل في ام وير فيو بيكون ما يكون عندي في ام وير فيو في سفير وفي ام وير في سنتر عندي. فديت عباره عن كل الكومبوننت الخاصه بالفي ام وير كومبوننت او في ام وير فيو كومبوننت، في السيرفرات الاساسيه الرولز الاساسيه، وفي حاجات إضافية، وديت حاجات بنسميها الانفراستراكشر الليفل اللي تحت عشان أقدر أعمل الكلام ده كله. لازم يكون عندي الاتنين دولت عندي، لكن الزين اب والفي سفير حاجات إضافية على حسب استخدامك. عاوز تعمل بورتابل أبلكيشن أو عاوز تعمل سكيورتي الأنت فيروس هتستخدمهم، لكن مش لو مش هتعملهم خلاص مش محتاجهم. لكن طبعا كحاجة أساسية لازم يكون عندي الفيو كونكشن سيرفر، ده حاجة أساسي. الكومبوزر بنسبة 90% أساسي. الكلاينت والإيجنت لازم يكون موجودين، ده اللي بيكون موجود على الفيرشوال ماشين وده اللي بيكون موجود عند الكلاينت. الفي سنتر وسفير لازم يكونوا موجودين عندي في الباك بون. الحاجة ديت لازم تكون موجودة. بقية الرولز هي رولز هستخدمها على حسب احتياجاتك ولكنها مش أساسية
عندك في شغل. لو حبينا نوضح الكلام ده اكتر، لو جينا مثلا كده رسمنا، احنا لو في الواقع بتاعنا كده بنيجي صفحة جديدة، لو قلنا عندنا دلوقتي كده لو عاوز ابني الدنيا هحتاج دومين، ده الدومين، الدومين ده هيكون عليه دي اتش سي بي، هحتاج معاه في سنتر. ليه؟ لان انا لازم يكون عندي في سفير، لازم يكون عندي اكتر من سيرفر او سيرفر او اكتر، اس اكس سيرفر. طب ليه مستخدمه؟ لان ده اللي هكريت عليه الماشين، ده اللي هيبقى الهوست للفي امات اللي انا هكريتها خاصة باليوزرز. عملية المانج هتتم منين؟ من خلال الفي سنتر ليهم. طب ليه الفي سنتر ما مش لا ممكن الفي كونكشن يتصل على طول بالاس اكس؟ لا ما ينفعش، لازم يكون الاس الفيو كونكشنز او الفيو في ام وير فيو بيتصل بالفي سنتر، والفي سنتر بيتصل بالاس اكس سيرفر. ما ينفعش الفيو كونكشن يتصل مباشرة مع الاس اكس سيرفر عندنا. طيب ده حاجات اساسية بنستخدمها عندنا كتير، موجودة طبعا شرحها او ازاي تكريت في سنتر اس اكس او الكلام ده كله في كورس الفي ام وير في سفير. طيب نيجي بقى في الجزء الخاص بالرولز اللي عندنا. اتفقنا ان احنا اهم رولز عندي لازم تنزل، ده الكور بتاعي اللي هو الفيو كونكشن. ده اللي ايه؟ ده اللي هيربط نفسه بالفي سنتر، وفي نفس الوقت هو جوين مع الدومين وبياخد منه دي اتش سي بي. طبعا كل الكلام ده متصل بسويتش كده بسيط، كل السيرفرات متصله فيه. طيب ده الفيو كونكشن، ده من خلاله اقدر اكاريت الماشينز اللي موجوده على جوه الاس اكس، واقدر اكاريت بول والبرميشنز والكلام ده كله من خلال ويب انترفيس بسيط عندي. طيب عشان اكاريت ماشين ممكن اكاريتها مانوال، اقعد اكاريت ماشين 2 3 4 جوه الفي ام واديها برميشن ليوزرز معين جاي من بره جوه الشركه او من بره الشركه مع لابتوب او جهاز او غيره. طب انا لو عاوز اكاريت اكتر من ماشين في نفس الوقت، اكاريت 50 60 100 جهاز عشان الشركه بتاعتي كبيره، في الحاله ديت لازم اكون متكاريت عندي اكاريت حاجه اسمها الفيو كومبوزر. الفيو كومبوزر ده اللي هيكاريت لي بالك اوف ماشين بشكل اوتوماتيك. طبعا الفيو كومبوزر ده مش هيشتغل الا لما يكون عندي طبعا اس اكس سيرفر وفي سنتر وفيو كونكشنز عندي بتتصل معايا برضك. طيب يبقى انا كده ممكن اكريت الماشينز بتاعتي، اقدر اعمل لها اوتوماتيك كريشنز وكل حاجه. طيب اليوزر عشان ياكسس الماشين بتاعته لازم يكون نازل عنده فيو كلاينت على حسب نوع الويندوز بتاعه او اللينكس او داخل من التليفون او حاجه. الفيو كلاينت بيتصل ايه؟ بيتصل بالفيو كونكشن. الفيو كونكشن من خلاله بقول له اليوزر اسمه كذا يخش على الماشين رقم كذا هنا مثلا على الفي ام دي. يستخدم طبعا ازاي يقدر يحدد له الفي ام دي تتصل باليوزر ده؟ عن طريق يوزر نيم وباسورد اللي بعمل لهم امبورت من جوه الدومين عندي. طبعا الماشين ديت عشان تشتغل لازم تاخد اي بي، بتاخده منين؟ من خلال الدي اتش سي بي الموجود جوه الدومين عندي. طيب لو اليوزر ده جاي من اوفر انترنت، جاي من بره في بيننا وبين بعض انترنت مش جاي كده مباشره في شبكه داخليه، فلازم احط بينه وبين الفيو كونكشن اللي هو فيو سكيورتي. لازم يكون بيني وبين اليوزر اللي جاي من الانترنت، لكن هو لو لوكال مش محتاج الفيو سكيورتي في حاجه، واليوزر مباشره يتصل بالفيو كونكشنز عندي. طب اليوزر ده لو هياخد الماشينز ده معاه اخر اليوم عشان يكمل شغلي بقى في البيت، في الحاله ديت هستخدم ايه؟ هستخدم الفيو ترانسفير. طيب لو انا عاوز اعمل نسخه من الفيو كونكشن، خايف ان هو طبعا لاحظ ان هو اللي بيقوم بكل حاجه، هو المسؤول عن استقبال اليوزر وكريات الماشين ومسحها والبرميشن وكل حاجه، فطبعا لو وقع كل الدنيا وقعت. فعشان كده قلنا ان ممكن نعمل كده سيرفر تاني منه نسخة كده طبق الاصل منه، عامل شكل الاديشنال دومين كده بنسميه ريبليكا.
في كل المعلومات الموجودة في السيرفر ده بتتنقل مباشرة على السيرفر التاني. في حالة إن ده وقع أوتوماتيك بقدر أشتغل على التاني بكل سهولة عندي بطريقة لوبانيس بسيطة جدا عندي. ماشي، يبقى كده شوفنا الفيو كونكشن، كومبوزر، سكيورتي، ترانسفير والريبليكا. طيب لو انا مثلا دلوقتي عاوز اكاري بورتابل ابلكيشنز، بكاري جهاز كده بعمل عليه بورتابل ابلكيشنز وبعمل كده شير للبورتابل ابلكيشن هنا جوه فولدر شير، والبرامج بتكون هنا، ومن خلال الفيو كونكشن بقول البرنامج ده المعمول لبورتر هيروح يشتغل مع الماشين دي، ماشين معينه خاصه بيوزر معين. بقولك هنشوفها ان شاء الله. طب انا لو عاوز اعمل سكيورتي، مش السكيورتي اللي هي بتحمينا من بره، لأن أنا عاوز أعمل سكيورتي مثلا كأقفل بورتات أو أفتح بورتات أو أعمل أنت فيروس سكاننج كده للماشينز اللي موجودة على السيرفر. قلنا إن هو مش صح إن أنا كريت أنزل أنت فيروس لكل ماشين على حدة، لأن ده هيستهدف لي بروسيسنج عالية من السيرفر. إنما أنا بعمل إيه؟ بنزل الفي شيلد. الفي شيلد ده يا جماعة بيعمل أكن كده درع حماية حوالين السيرفر ككل، وبيعمل فلتره لكل الداتا اللي داخله واللي خارجه على مستوى السيرفر مش على مستوى الكلاينت. فكده يبقى عملنا عمليه سكاننج على الداتا اللي داخله واللي خارجه، يبقى كده ضمنت ان مفيش اي فيروس او اي حاجه تروجنز او اي هاكينج جايه من بره داخل على الفيرشوال ماشين اللي موجوده جوه، وفي نفس الوقت ان هو ما شغلش البروسيسنج ديت خاصه بالسكاننج على كل ماشين لوحدها. فكده يبقى استفدت ان انا شغلت سيرفر واحد خاص برولز واحدة اللي هي الانتي فايروسنج مرة واحدة بس على مستوى السيرفر وليس على كل مستوى كل ماشينز عندي. طبعا ده اختراع مهم جدا وقال لنا في موضوع البروسيسنج بشكل ضخم جدا جدا عندي. ده مين؟ ده في شيلد عندي. يبقى كده ده عبارة شكل مبسط كده عن ازاي اليوزر بيقدر يخش من بره او سواء من الانترنت اللي هيستخدم في سكيورتي. لو هو مباشرة هيستخدم فيو كونكشنز بيدخل يوزر نيم والباسورد، بيروح يعمل اوثنتيكيشن جوه الدومين، الدومين يقول له انت الماشين بتاعتك الخاصة باليوزر اللي اسمه مثلا علي او احمد موجودة على سيرفر كذا اسمها كذا بيقدر ياكسسها عندنا. عملية الداتا اللي الترانسفير بتحصل بترجع تاني من خلال فيو كونكشن وترجع عند اليوزرز. عشان الكاريت الماشين ديت لو كاريتها بشكل مانوال خلاص مش محتاج الكمبوزر، لكن لو عاوز اكريت الوت اوف ماشين بارك اوف ماشين مره واحده بستخدم فيو كومبوزر عندي. لو اليوزر عاوز ياخد نسخه من الماشين ديت ياخدها البيت عنده لازم يكون عنده فيو كونكشن فيو ترانسفير. لو عاوز اعمل هاي افيلابيلتي للفيو كونكشن لانه مهم جدا عندي بعمل فيو ريبليكا سيرفر تاني بنزل عليه الريبليكا نسخه طبق الاصل من فيو كونكشن بيعملوا عمليه سينك بينهم بعض. لو عاوز اعمل بورتابل ابلكيشن بجيب سيرفر وانزل عليه الفيو سين اب اللي بكريت بيه الفيرشوال ماشين وبشيرها وبديها للفيو كونكشن اللي هو بيعمل لها اساين للماشينز اللي بتحتاج البرامج ديت فقط لا غير. انا اسف طبعا على سوء الخط والرسم لان انا بستخدم الماوس في الرسم، فطبعا هو ضعيف في عمليه الرسم عندنا. يبقى كده يا جماعه نرجع تاني، ما احنا كده شفنا الدرس الرابع بتاعنا بيتكلم عن موضوع الفي ام وير في كومبوننت، شفنا الحاجات الرولز الاساسيه اللي لازم تكون موجوده، ده بسميها الباك بون او الانفراستراكشر عندي. لازم يكون عندي في سنتر في شيلد، ولازم يكون عندي في بعض الرولز الاساسيه اللي هي في ام وير فيو كونكشن والفيو كومبوزر، ده حاجات اساسيه. اما الحاجات اللي باللون الازرق ديت حاجات ثانويه على حسب استخدامك، اما باللون الاحمر ده حاجات مهمه جدا جدا عندي ما اقدرش استغنى عنها. ان شاء الله هنتكلم في الدرس الرابع ازاي نقدر نعمل انستليشنز للفي ام وير كونكشن سيرفر، وازاي اقدر اعمل انستليشن للفي ام وير كومبوزر، وازاي اربط بينهم وبين الفي سنترز والاس اكس سيرفرز اللي عندي ان شاء الله، عشان بعد كده نقدر نكريت البولز ونقدر نكريت الفيرتشوال ماشين الخاصه باليوزرز. كان معاكم مهندس خالد سوي سينيور سيستم انجينير، وان شاء الله نشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله. شكرا جدا لحسن استماعكم.